هي قول شلون صارت الحادثه يا غضب؟ قول. خرجنا للصيد يا طويل العمر وقصنا نلاقي صيد نجيبه لعيالنا. اي انتم من؟ انا وذيب متعب الله يرحمه. وبعدين عاد رحت انا من جهه وذيب متعب من جهه ثانيه الله يرحمهم، وما حسينا ولا خمس خياله يطاردون ذيب متعب ويطخون عليهم رصاص. ذيب متعب بقوا منهزمين قدامه. اي نعم يا عم ابو زاهي. وبعدين ذيب وقع على حصانه الله يرحمه، والجماعه ظلوا يطخوا رصاص على متعب حتى قتلوه، وانا عاد ما قدرت انهزم ومسكوني. وليش ما ذبحوك مثل جماعتك؟ جايك بالكلام يا عم ابو زاهد. يحكي. بعدين سالوني قالوا انتم منين؟ قلت لهم حنا من عربان الشيخ مفوز. اي ساعتها عاد وبعدين بهدلوني وقالوا لي خذ شيل اخوياك، احنا ما ودنا نذبحك بس شيل اخوياك وقول للشيخ مفوز هذول هديه من الشيخ ابن عجله. غضب احكي الصحيح، انت تحرشتم بيهم؟ ابد يا عمي. دخلتوا على اراضيهم؟ ولا دخلنا ولا تعدينا. والله وراس الحاضرين ما تحرشنا بيهم، حتى ذيبوا متعب انهزموا وما هم قصدي للشر، لكن جماعته من عجلان هم اللي قصدين الشر. لكن شلون يذبحوكم وسلاحكم معكم؟ اخص الله يلعنكم، والله لولا كرامه الشيخ مفوز غير لحقك لجماعتك. والله لولا الشيخ مفوز كان ما طلع منهم خبر. وش علاقه الشيخ مفوز بالموضوع؟ ما هو انت يا ابو مشعل اللي دائما تقول لنا وتخبرنا انه ما نتحرش ولا بواحد من عرب ابن عجلان، ولا تسلخ جلده عن عظمه؟ يا ساقط، انا قلت لكم ما تعتدوا على حد، لكن طالما هم اللي اعتدوا عليكم شلون تنهزموا ما تفعل حالكم؟ شلون؟ غلطنا، صارت يا عمي صارت. حمد اسمع. نعم يا عمي. قول لعرب مع لساني طخ ما فيه، ولا عنده شيء يوفره لوقت الحاجه. حاضر يا عمي. وانت يا غضب نعم تروح من هان على بيتكم ما تخرج منه ابدا، واذا حد سالك عن الحادثه شلون صارت ما تجاوبه. امشي. هذا امرك عمي. وايش رايك يا ابو زاهد؟ ايش رايك يا اخوي؟ والله حادثه اليوم غيرت رايي كله. كيف يعني؟ ما فهمت. ان كان الكلام اللي سمعناه من غضب صحيح لا بالله انه ابن عجلان ما عنده مروت رجال. ليش انت تشك بكلام غضب؟ يا مرحوم الوالدين، حنا سمعنا الكلام من غضب وبس، ذيب ومتعب ماتوا قبل ما نسمع كلامهم، وحنا ما لازم نتسرع، لازم نتوكد بالأول يا أبو مشعل. إي بالله هذا الكلام الصحيح. أسمع. إيه؟ أنا راح أسافر عند ابن عجلان بنفسي. إيه؟ وإذا كان ثبت لي أن عربان هم اللي دخلوا على أراضينا وطخوا رجالنا لازم يدفع دية المقتولين إن قبل أو رفض. وهذا الرأي الصحيح. والآن أريد منك إيه؟ تدور على العربان وتهديهم إيه؟ حتى إحنا نعرف نتصرف بعقل. حاضر حاضر يا أبو مشعل.